اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده يا شفنا. معانا سمك البلطي بتاعنا من خير مزارعنا، بنصدره لكل الدين لكل العالم. السمك البلطي دايما بنعمله مشوي رده، زيت وليمون، مقلي، سنجاري. ما فكرناش نعمله اكله عربيه، يعني برياني او كبسه. ايه رايكم؟ مش الشعور وبس اللي اتعمل، مش الهامور بس اللي اتعمل، مش الدراك بس اللي اتعمل، كمان البولت نقدر نستغله في الاكلات العربيه وخاصه في دول الخليج، بما ان احنا بنصدره لدول الخليج. البولت معانا النهارده هنعمله برياني بالطريقه المغازي، معاها رز بسمتي ومعاها زبيب وجزر والبهارات العربيه اللي بتدي اللقب للاكل العربي، اذا كان الحبهان او اللومي او القرفه اللي هي الدرسين. معانا الجندفلي النهارده اللي هي العرايس، اللي هو نقدر نقول بلح البحر، ولكن الجندفلي مسمى للشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. هنعمله شوربه النهارده بالكرفس مع الكريمه، حاجه لطيفه وجميله. لما نعملها شوربه هنشرب الشوربه ونسيب الجندفلي. اما البطاطس والتونه لنا موقف معاها لكبار السن والاطفال واللي مش بياكلوا السمك، يقول لك احنا مش بناكل سمك بس ممكن ياكلوا تونه، ياكلوا جمبري، فنعمل لهم النهارده التونه كفته. كفتة التونة بالبطاطس على طريقة الخاصة، نعملها ازاي ومتفكش منك وتاكلي صوابعك وراها. حلقتنا النهاردة حلقة فوسفورية لها معنى خاص جدا. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل السمك البلطي على الطريقة العربية، يعني بطريقة عربية كده، برياني مندي. المندي مش متوقف عن الفراخ واللحم بس، ممكن يتعمل سمك برضو، والبرياني نفس القصة، والكبسة نفس القصة، والمشخول نفس القصة. ازاي نعمل دي؟ اكلات كلها اكلات عربيه. معانا سمك بلطي ومعانا رز بسمتي ومعانا البهارات العربيه الجميله، اللومي والقرفه والحبهان وورق اللورو والقرنفل، دي المسميات اللي بتشتريها من عند العطار. ومعانا طبعا شويه كزبره خضراء وبصل وتوم وزبيب وجزر. معانا في المقادير زبيب وجزر، جزر مبشور وزبيب نعناه في شوية مية وصفينا المية منه ومحضرناه للتشغيل. والرز البسمتي اتغسل مرة واثنين وثلاثة ومتصفي معانا، ده الرز البسمتي خلي بالك. والسمك البلطي معانا من خير مزارعنا، ازاي نعمله أكلة لطيفة جميلة، تاكل الرز وتسيب السمك. المقادير على الشاشة، ايه رأيكم يا شباب؟ زي الفل. ومعانا محضرين على النار حلة هنعمل فيها البرياني، ومعانا كمان حلة هنسلق فيها الرز تقريبا نص سوا. دي التحضير بتاعنا عشان نبقى ماشيين خطوة خطوة مع بعض. أول حاجة هعملها هاخد الرز كده أحضره وأسلقه نص سوا شوية بشوية مية على النار. حلو. وأحط في شوية المية دول معلقتين من الزيت وشوية ملح صغير، كأننا هنسلق مكرونة. كأنك هتسلقي مكرونة. ملح وزيت، ونحط الرز فيهم كده يفور شويه. حلو الكلام، دي اول خطوه، وما نسكتش عليه يعني وننساه، انا عايزه يستوي تقريبا نص سوا. حلو الكلام، دي اول خطوه، معلقه زيت وشويه ملح وماء مغلي. حلو الكلام. هنجيب السمك البلطي بتاعنا، بنشتري الاتنين في الكيلو يفضل، ولازم يتنضب بالشكل ده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، سمكه البلطي بتتكلم مصري. بسم الله ما شاء الله، الوانها تفاصيلها بتقول انا مصريه بنت مصريه، العشق مصري والارض مصريه. شفت السمكه البلطي خير مزارعنا. حلو الكلام. السمكه دي تتنضف كويس، يتشال الصدف بتاعها، الزعانف، كل ده، ومن هنا كمان تتنضف من الداخل بالشكل ده. حلو الكلام. ادي السمكه معانا بالشكل ده كده. طيب تعالوا نشوف ازاي نحضره ونشتغل مع بعض. حلو قوي. اول حاجه هخلص منها الراس. حلو. الراس دي مش هرميها، كل القصه هاخدها زي ما هي كده، احطها في ماء مغلي. حاله الماء اللي بتغلي دي كده، ونفس القصه هنا. والسمك اهم حاجه يتنضف بالشكل ده كده. وانت بترفعي الراس من السمكه ترفعها بسكينه صغيره. انا مش عايز راس السمكه في حاجه، ملاش عوزه،
هي لها عوزه في ايه؟ تديني شويه شوربه حلوين. الشوربه دي اقدر استخدمها في الجندفلي، اقدر استخدمها في تسويه الرز، اقدر اعمل بها رز صياديه وهكذا. اجي عند المفصل ده كده واقطعها كده، خلي بالك ما تاخديش معاها لحم. حلو الكلام. بس نحطها في الميه تغلي مع ليمونه مع عود خضره حلو لطيف، يعني بقلف شويه شوربه من الاخر. عود كرفس عندك؟ عايز شويه شوربه حلوين يعني. ممكن فص توم. شويه الشوربه دول تقدر تستخدمهم في حاجات كتير قوي. عندنا جندفل هنعمله شوربه، وهنحتاج شوربه للبرياني بتاعي، فبزود الميه. وانت واقفه في المطبخ لازم تشتغلي بالمدرسه دي. الفص التوم ده هيدي طعم للشوربه. حطه ني كده ونسيبها تغلى على النار. وسيبك من مكسبات الطعم ديت اللي بتبقى زيك زي ام محمد، زي ام سعيد، زي ام ابراهيم. لما نجيبها من اي سوبر ماركت ونحطها في الاكل بقى اكل الجيران كله زي بعضه. خلي بالك ده الموضوع ده مهم جدا. اصبح السمك عندي جاهز اهو. بعد ما شلت منه الراس باخده كده نفس القصه كده. حلو اهو. ممكن نقطع الواحده على اتنين الكبيره مثلا، وناخدها كده برضو اختياري. يعني جايبه حبتين بولت، عايزه تعملهم كده وتكتر الدنيا وتبقى الدنيا معاكي زي الفل بالشكل ده كده. دي برضو كبيرة، خلينا نقطعها على اتنين. دي اللي مش عايزه. ده ملوش عوزة. وناخد النص ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة. أدواتك اللي بتشتغلي بيها لازم تكون عندك متحضرة وجاهزة. هنتبل السمك ده. دي للسمكة ده ينزل مع الراس. حلو الكلام؟ مفيش حاجة بتترمي. ونشيل كل حاجة اشتغلنا بها كده نشيلها من قدامنا. واحدة واحدة كده عشان يبقى مطبخك رايق وزي الفل. تقدري تقعدي في وسط ولادك تستمتعي بالأكل. هنتبل السمك ده كده تتبيلة بسيطة ونحمره في الزيت. دي أول خطوة. أول التتبيلة يا عم الشيف، عصرة من الليمون. حلو. فص توم في بطن السمكة. وأنا شغال كده أهو. شوية البهارات الحلوين من البابريكا، من الكمون، من الكزبرة، من الكركم. السمك يحب الكركم والكركم يحب السمك. ده مهم جدا. الملح والفلفل بتاعنا المتظبط. السمك كده اتبل تتبيله ايه؟ بسيطه. هنحط عليه دقيق؟ لا. نحط عليه اي حاجه تانية؟ لا. عندنا الزيت شديد الحراره. يمسك السمكه كده بالشكل ده كده. انسل الزفاره مكان بينا. السمك اتغسل بعد ما شيلنا الصدف بتاعه ونضفناه. ما ينفعش بعد ما اقطع السمك اغسله بميه خالص. انا ضد غسيل اللحوم او الاسماك او الدجاج بعد تقطيعه. تقطع ونضفتيه قبل التقطيع وكل حاجه. كل اللي عليك انك انت تتبليه كويس. هناخد السمك كده نسقطه في قلب الزيت بالشكل ده كده. السمكة تنزل سليمة في قلب الزيت، والزيت يكون غزير وشديد الحرارة. حلو. اللهم صل على النبي. الخطوة الأولى معانا ليمون هنرميه هنا. سلقنا الرز. فاكرين الرز بتاعنا اللي سلقناه؟ معانا الرز المصري، الرز البسمتي سوري. سلق معانا تقريبا يا عم الشيف نص سلقه. هنصفيه من الميه.
بعد ما صفيناه من الميه بنحطه هنا مكان تتبيله السمكه. ركزي معايا اهو، مكان تتبيله السمكه. حلو، الله عليك يا عم الشيف. ونقلب الرز مكان تتبيله السمكه، يبرد معانا مش مشكله، انا عايزه يبرد. واحدة واحدة معانا كده عشان تعرفي ازاي تعملي شوية سمك النهاردة او السمك البلطي بطريقة جديدة خالص. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. الرز مكان تتبيلة السمكة في البايركس او في الازازة او في الطبق اللي انت كنت بتتبلي فيه. حلو الكلام؟ والسمك بيتحمر في قلب الزيت. ايه اللي هيتم بعد كده يا عم الشيف؟ معانا بصلتين، معانا شوية بهارات عربية، معانا فصين من التوم، هنتعامل كده بالراحة مع بلانشة تانية خالص وسكينة تانية خالص، ومعانا طاسة اللي هي شديدة الحرارة بتسخن معانا كده، ونحط فيها شوية زيت مع مكعبين من الزبدة. اللهم صل على النبي. ومعانا البصل متقطع جاهز، بناخد شوية منه كده هنا. معانا بصلاية بنقطعها شرايح بالشكل ده كده. ده التأسيس، لأن الطبق ده أو الصينية دي هنقلبها بعد ما نسويها. جوز بيحب الفلفل الحار، ممكن نحط فلفل حار زي ما احنا عايزين، او فلفل رومي اخضر زي ده كده. خلي بالك مهم جدا الفلفل الرومي في الاسماك، الاسماك ما تحبش الفلفله الملونه. كل ما كان السمك طازه كل ما تقلل التوابل، ده مطلوب منك عشان نعرف طعم السمك ده اذا كان بولتي، اذا كان دينيس، اذا كان وقار، اذا كان امور، اذا كان شعور. كترت توابل هويه السمكه راحت مع التوابل. هناخد الفلفل ده زي ما هو كده. حلو، معانا من الطماطم حبيتين بالشكل ده كده. الأكلة دي سهلة جدا، الميزة فيها انك انت بتعمليها في حلة او في صينية واحدة. هنقلب كل ده مع بعضه بالشكل ده كده على النار. بصل، فلفل رومي حار او بلدي عادي اختياري، والشطة لازم تسألي ضيوفك حبايبك اللي ياكلوا من الأكلة دي، لأن الأكلة دي مكلفة، مكلفة خبرة طهوية مش مكلفة ماديا. هو كل القصة كيلو بلطي. معانا التوم بس أنا عايز أعمله بطريقة جديدة. البهارات العربية بتاعتنا، ورق لورو، حبهان، البهارات اللي بتخلي الأكل أكل عربي وتديله الجنسية العربية واللقب العربي. قرفة اللي هي الدارسين، اللومي اللي هو الليمون الجاف، زي ما انا شغال كده. حبايه لومي من دول بنكسرها، شوف دي بقى، هي دي هي دي. حلو الكلام، بس زي الفل كده. انا حضرت الصينيه. اخبار السمك ايه يا عم الشيف؟ السمك بيتحمر هنا مع التتبيله الحلوه دي كده. نرفعه من قلب الزيت ونستنى عليه هسه كده، وناخد الرصه على وش الخضار اللي احنا عملناه. بجد يا شيف انت عملت السمك البلطي النهارده بطريقه جديده واحنا شغالين مع بعض. الله، ورصيه رصه حلوه كده، البولت الملحم الحلو ده. البولت قبل ما ليه لونه احمر، لونه لون فسفوري. السمكه السليمه دي
تديني علامه ان هو بولتي، بحطها في نص الصينيه كده. على فكره ممكن تقطعي السمك على 3 او على 2 حسب حجمها يعني، بس يفضل انك تشتري السمك اللي هو 2 في الكيلو. الله الله على الحلاوه، حلوه قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف لغايه دلوقتي كده احنا فاهمين انت بتعمل ايه. نروق الدنيا ونسيب الخضره تتحمر مع البصل مع الثوم مع الفلفل مع البهارات العربية. حلو الكلام، كل ده مع بعضه. الرز عندي هنا اللي احنا محضرينه ومجهزينه، باخد الرز كده وابدأ ان انا ايه اسقسقه على وش السمك قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا ده، مهم جدا عشان نخلص من دي وندخلها الفرن. شفت الخطوة دي مهمة جدا. تمام. وانا شغال كده خلي بالك في الحاله دي ما ينفعش ان انا اكبس عليه خالص، اسيبه كده الرز معشش مع السمك بالطريقه دي كده. سيبوني بقى ايه ارسم لوحه فنيه مع سمك بولتي من خير مزارعنا مع خبره طهويه مع رز بسمتي، بعمله بطريقه جديده النهارده وفي نفس واحد كلنا واحنا بنتابع القناه الاولى والفضائيه المصريه. حقوق الطبع لدينا وبس. مخرجنا بيقول لي الصينيه دي مصيرها فين بعد كده. احنا هنا المرحله الاولى تتبيله السمك، سلقنا الرز نص سوا، اسسنا الصينيه بتاعتنا، وبعدين رصينا السمك وحطينا الرز اللي هو تقريبا نص سوا، وحطينا له شيشاء ميه اللي كان فيها روس السمك وديل السمك مع الكرفس مع التوابل، اسمها حله الخير. الحاله دي موجوده معانا، نعمل منها الشوربه، نعمل منها صياديه، نعمل منها شوربه سي فود. انا محضرها ومجهزه بالشكل ده كده. درجه حراره الفرن عندي 180. حلو قوي. فاكرين لما حطيت ملح على الرز؟ خليكي فاكره انك حاطه ملح على الرز، اوعى تحطي ملح تاني. هنغطي الصينيه دي كده بورقه زبده الاول، يليها ورقه فويل. دايما الصواني بتاعتك تعملي ديك رومي، تعملي لحمه مشويه، ريش مشويه، يفضل طبعا تستخدمي ورق الزبده مع ورق الفويل. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. زي الفرن زي ما هو كده، وبندخلها الفرن يا عم الشيف بالشكل ده كده. الله. مخرجنا بيقول لي ايه الجزر والزبيب ما شفتكش جبت سيرتهم. بص يا غالي بقى، انا حبيت اجاوبك على هواي شت حبيبي. الجزر مع الزبيب عنوان البرياني، عنوان المندي. شفنا جزر وزبيب ولونه الكركم او لونه الزعفران على طول واحنا مغمضين نقول ده برياني وايه ومندي. ولكن مع السمك بالذات الجزر المبشور والزبيب له وضعيه خاصه مش بينضاف معاهم دلوقتي. امتى يا عم الشيف؟ في حاله التقديم. فهناخد دلوقتي الجزر مع الزبيب ونحطه في طاسه على النار مع شوية كزبرة مع مكعبين من الزبدة ونهيئه للبرياني بتاعنا. ادي الطاسة على النار، الطاسة دي فيها معلقتين من الزيت، مكعب من الزبدة. بص على البطاطس، بص على الكفتة كده وادعيلي. مكعبين من الزبدة، حلو الكلام. ننزل بالجزر بتاعنا الحلو ده كده، واحنا شغالين واحدة واحدة. أكلة السمك النهاردة لها مذاق تاني، لها طعم تاني، بمدرسة تانية خالص. ده زبيب. سكريات الجزر مع سكريات الزبيب الاتنين لما بيتحدوا مع بعض بيولدوا البهجة والفرحة. معايا أكلة، ده زبيب وجزر. هنسيب الجزر يتعرف على الزبيب بالسكريات بتاعته، ونسيب الزبيب نديله فرصة يتعرف على الجزر بالسكريات بتاعته، ولكن العزول بينهم شوية شوربة سمك. لو بتعملي فراخ يبقى شوربة فراخ، لو بتعملي لحمة يبقى شوربة لحمة. ده العزول. ونسيب دول يتشربوا على النار.
حلو. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الزبيب ايه مع الجزر. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اه نتبله عادي كأننا بنتبل اي حاجة بالشكل ده كده. بابريكا، كركم، كمون، فلفل، ملح. شوف التركية اللي جاية دي بقى، التركية دي لسرك، اقولها في سرك كده. شوية زيت من تحمير السمك. يا دلعك يا دلعك يا دلعك، هو ده. ونقلب دول مع بعض. حلو. دي الكشنه بقى، كشنه الجزر بالزبيب للبرياني، للمندي، للمشخول، للكبسه. تعالوا نطلع الكبسه، نطلع البرياني من النار عشان معانا جندفل عايزين نعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نطلع البرياني. اللهم صل على النبي. هو ده. نشوف ده مع بعض. يلا هنغرفه ازاي؟ شوف ده المقادير بتاعه الجندفلي. نغرف ده كده. اللهم صل على النبي. العب يا سمك. ايه الحلاوه دي يا عمش؟ ايه الجمال ده يا عمش؟ هو ده. معانا الكشنه بتاعتنا اللطيفه، بناخدها نحطها كده. ده بولتي. من خير مزارعنا. ده اللعيبه. الف انا وشفا للي ياكل. ده البرياني بالسمك البولتي، ولما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى مش من فراغ، دي خبرة سنين بنقدمها على لحضراتكم على طبق من ذهب عشان بتحبونا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هو البولتي طلع نزل البولتي، ولكن الخبرة الطهوية والفن الطهوي هو اللي في الطبق قدام حضراتكم. حولنا الأكلة اللطيفة دي وسويناه بالشعور، سويناه بالزبيدي من الكويت وشعب الكويت اللطيف الجميل، سويناه بالشعور. وتحية كبيرة للشعب السعودي، الشعور هناك كتير موجود. وعملنا الجندفلي بالكريمة، وعملنا كفتة البطاطس بالتونة أو التونة بالبطاطس لكبار السن والأطفال، وأوميجا 3 اللي موجودة في التونة أطفالنا وأولادنا محتاجينها على دخول المدارس. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.